مختلف أنواع الشوكولاتة تجد إقبالاً هنا بوهران. بورصة الحلويات التهبت مع حلول رأس السنة الميلادية، فهي كذلك مناسبة لاقتناء حلوى رأس السنة للاحتفال مع العائلة. هذا هو الاعتقاد الشائع. كاع كاع لي كوش تاع لا سوسيتي يجيو يشرو علينا ان شاء الله، و كاين بزاف لي كليون لهم يجو، كل اللي عندها كل اللي ما عندهاش، باسكو راه كاين بلوس دو كليون، ناس راهي تحتفل، راهي تحوس على نوفيل اون، سي ان مومون بارتاجي اون فامي، كاع الناس راهي يفرحوا. الناس كاع تشري، الناس كاع تشري. دي عنده دي ما عندهاش، الناس كاع تشري. بين إحياء العادة وبين التفاؤل بأن تكون السنة الجديدة سنة خير، يقبل هؤلاء على محلات بيع الحلويات لأجل اقتناء الشوكولاتة. دونك حنا نشروها باسكو حاجه حلوه، باسكو حاجه مليحه، سا سان غين افوار مع لا ريليجيون، حنا ريسبكت توت لي ريليجيون، دونك فوالا نشروها باسكو حاجه مليحه باش نفوتوا وقت الشباب ايتو اون فامي. اون فيت شاك اني سي فري اون في ان بيتي ديني اونتر فامي باش نباركوا العام جديد، سي بور مي بارون اي تو سا بور لو سويت، زعما تجيب الحلاوه كومبروني، العام الجديد يدخل علينا بالعام بالحلاوه والخير ان شاء الله. كنا نشروها من بعد من قال لك ما احتفال هذا ماشي تاعنا وكاع، يا ولينا ما نشروهاش، قال لك حرام اللي يحتفل هذا. حنا هذه لابيش والتقاليد حنا خاطينا، حنا مواطنين جزائريين مسلمين، حنا عندنا اعياد تاعنا باينين، مي هادو خاطينا حنا يا اخي. مهما كانت الفتاوى حول الاحتفال براس السنه الميلاديه، هناك من يرى بان توديع السنه الجاريه يحتاج الى بعض الحلويات بعيدا كل البعد عن اي خلفيات اخرى.